فن بالكيبورد باخذ لك اللورد بالريتبيوشن. متخيل الصعوبة انت؟ انت متخيل الصعوبة اني اخذ اللورد من بين كل هالزحام هاد وانا على الكيبورد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وسام، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. بفيديو اليوم رح نحاول نجرب شي جديد، رح نلعب لعبة موبايل ليجندز على الكمبيوتر. شو يعني على الكمبيوتر؟ يعني ماوس وبالكيبورد، ماوس وكيبورد، يعني فهذا شيء شبه مستحيل تعمله. يعني اللعبة كتير صعبة على الكمبيوتر. يعني تخيل انت عندك شاشة كبيرة عم تكبس بالازرار وعم تكبس سكيلات وتتحرك ومدري شو، فاللعبة صعبة على الكمبيوتر. فاليوم انا حجرب هي الطريقة. فاذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا القناة اذا ما كنت مشترك، واكتبوا لي بالتعليقات اذا حابين نعمل منها سلسلة ونصير دائما نجرب هيرويات صعبة على الكمبيوتر مثل فاني، تشو، جوشان، يعني هي الهيرويات الصعبة. اليوم رح نجرب روجر بما انه سهل، يعتبر سهل نسبيا. بس قبل ما نبلش بالفيديو، انا بالبث المباشر الماضي سويت جيف اواي، فانت اذا شخص مالك عم تتابع البث المباشر انت عم تروح لحالك جيف اوايات، ضحك، لعب، احتراف، تفيد، يعني من كله بتشوف البث المباشر عندي، من كله ما في شيء بيروح عليك. يعني اهم شيء بتشوف التفيد، عرفت؟ يعني بتشوف عالم حياته مفيده عندي الموضوع، يعني بتتسلى بتنبسط. فاذا انت شخص ما بتتابع البث المباشره شرف لعنا، تفضل. شو عم تستنى يا حبيبي؟ ليش ما تفرج على البسوس؟ عم تروح ثلاث ارباع عمرك انت وقت ما عم تتفرج على البسوس، فحول لعنا يا حبيبي. فقبل ما نبلش بالفيديو، انا ساويت جيف اواي على البث المباشر الماضي، فخلينا نسحب على الرابح وبعدها نبلش بالفيديو. انا بالبث المباشر حطيت الكلمه المفتاحيه شاورما، لانه انا كنت زلمه جوعان بالبث المباشر. فرح نكتب شاورما، شاورما. كتبنا شاورما لنشوف الرابح. بنقول الف مبروك لا اكستون، الف مبروك يا اكستون، مع انك انت ربحان جيف اواي من فتره، بس يلا حظك يا اخي، حظك شو بدنا نحكي، محظوظ. فالف مبروك يا اكستون، انت عندي بالاصدقاء. اطلب السكن بشكل مباشر، يعني ما حنضطر نستنى 7 ايام، اطلب السكن وفورا بيوصلك. وهلا خلينا نروح على الفيديو، ليتس جو. خلينا نروح كلاسيك ونشوف الوضع، رح نقدر نلعب ما رح نقدر نلعب. اتوقع الموضوع يكون صعب بصراحة، لانه يعني لعبة موبايل بالنهاية. نحنا ما بدنا نفوز، نحنا بدنا نجرب، تمام؟ يعني اذا خسرت بتقولوا لي نوب وما نوب، عم بلعب على الكمبيوتر، تذكروا عم بلعب على الكمبيوتر. مثل ما شايفين هون قدامكم الماوس، يعني بالماوس والكيبورد رح نلعب. ليتس جو. التحريك بالماوس، بكبس بالماوس مدري شلون، ترفع بالارقام 1 و2، تشتري بالزد اتوقع يب، والسكيلز كيو دبليو اي. خلينا نجرب هلا. واو على نتبادل يا حبيب، والله لا نتبهدل، خربطت ازرار على موزي. هلا نشوف الفايتات هلا شو بده يصير فينا، والله مكيف. خلينا نروح على انت هون، انت زلمه متخفي. تعالي انت. كبست كل شيء زرار. لا خلاص وقف وقف وقف، كبست كل شيء زرار، ما تركت زر ما كبسته، نفدنا والله، كبست كل شيء زرار. تعال عندي، اجاك تعالي انت. هي اللي اخذت الكل. شايفين لو انه انا عم بلعب على هي كان الامور تغيرت. هلا هي مشان نشتري، تمام خلص ماشي. هلا تعلمت على زر جديد. تعال هون رايح يا اخي، اتركوا لي كل، مالي منظر هون انا، عاد يا زلمه، عاد يا زلمه، نازل لك هون روجر كيبورد وماوس. انا انت شو بدك تاخذي الهي؟ نازل لك روجر كيبورد وماوس يا حبيبي. هارلي تعال يا حبيبي. وين رايح؟ وين رايح يا حبيبي؟ وين رايح؟ بنزل لك هون انا، احتراف ماوس وكيبورد.
روح يا رب. بالله شلون حس يا اخي، بس شو اسمه، حسيت بفرق عزمي والامانه، حسيت بفرق. تعال انت، تعال ادم تتقوى على بنت، تعال عندي. تعال تعال لك بتلاقيه الهيرو عم يروح هيك وهيك، لاني عم كبس الف زر مع بعض، ماشي مع ضرب ام بيفوت بالحيط. تعال شو انا ناتان، تعال لك ناتان، تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي، تعال تعال هون. راح هرب. لا 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 يا حبيبي، حرام والله حرام يا اخي، بتلاقيه بطيء هون، مو ابطأ من الموبايل، مدري شلون بتحسه بيصفن شوي. والماب، الماب يعني كتير صعب انك تطلع الماب وانت بالكيبورد، لانه ما في زر خصوصي، لازم تكبس على الماوس هيك تطلع. فتطلعت الماب هاي لهلا، انا ما طلعت على الماب ولا مرة. عاد يا زلمة، عاد يا زلمة، تتقاوى على بنت، كم مرة قلنا لكم لا تتقاوى على بنت؟ الله، فن 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 بالكيبورد، باخذ لك اللورد بالريتبيوشن، متخيل الصعوبة انت؟ انت متخيل الصعوبة اني اخذ اللورد من بين كل هالزحام هاد وانا على الكيبورد؟ روح اعطيها. يا اخي عن جد ابطا، عن جد عن جد ابطا من الموبايل، بتلاقي هيك في بطء، مدري شلون هيك، تقيل تقيل، اكل فول ومنسف وجاي يلعب. تعالي لقلك. لا لا، مو هيك مو هيك مو هيك يا اخي، ما تخليني اطير وراكي هيك، هي الطيرانه هي. لك المشكلة ما مبين معي المهارات، انه اذا معي مهارة ولا لا، والله ما مبين معي المهارة، ما متبين معي انه معي اياها ولا لا، يعني انه تحس الشاشة كبيرة، فانت مالك مستوعب انك تطلع على المكان اللي تحت وانت تكون عم تطلع بالنص، اما الشاشة هيك بدها تكون قدامك، ايباد موبايل كذا قدامك، يعني انت عينك معبية الشاشة، هون بدك تحرك راسك كله عشان تلحق كل شيء، فصعبة. حلوة منك، تعال لك انت، تعال انت الثاني، تعال تعال تعالي. بطيء بطيء يا اخي، بطيء 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 بطيء. جيتكم 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 جيتكم، ايه لا تموتوا يا اخي. تعال لك تعال، ركز على واحد يا اخي، ركز على واحد يا اخي، ما في اوتو ايم هون، دقيقة لنشوف في اوتو ايم، محطوط الاوتو ايم، وين محطوط الاوتو ايم؟ شو لورز اتش بي، تعال لك تعال، تعال لك انت، تعال تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي، وين رايح؟ تعالي انت، تعالي تعالي تعالي. الا الدمج، الا الدمج، دمج مرعب والله، دمج مرعب. عندهم المشكلة ثلاثة ماركس مان، يعني انه اللعبة صعبة. الله على اقتناص، اقتناص قناص كان يسموني انا صغير. تعال تعالوا، تعال 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 يا حبيبي. لا 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 لا، بس 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 بس، تعال هارلي، تعال انت، تعال 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 تشتغل، تعال هون، تعال انت الثاني كمان. عصبت انا، انا بلشت عصب، هلا انا بلشت عصب، انا بلشت عصب، عصبت خلص عصبت. تعال هون، وينك وينك، تعال عندي، تعال عصبت خلص، لا تخلوني اعصب، كم مرة قلنا لكم لا تخلوني اعصب، لا تخلوني اعصب. روح روح، ما بدنا اياه لك اين هي. لا 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 لا، حلو ايزي جيم،
اتشافمنت وينز 5 وينز 500 اكس بي. شو وين سترايك؟ حلو، عندي وين سترايك بالكلاسيك. يا سلام يا سلام، معلومة جديدة. بس بالله كيف الفن، انا بدي اعرف كيف الفن. انا لا تنسوا كمبيوتر ماوس كيبورد، كيبورد شايفينه، كيبورد كيبورد وماوس وماوس، عم بلعب كيبورد وماوس مو كمبيوتر، ماوس وكيبورد، كيبورد وماوس، تذكروا هاي الشغلة. وجبت ذهبية 11-9-12، والله سكور حلو، والله سكور حلو. فإذا عجبك الفيديو والفكرة، فكرة جديدة يعني هيك انه كمبيوتر وموبايل ليجنز وقصص السيارة، إذا عجبتك الفكرة اكتب لي بالكومنتات عشان نلعب تشو، نجرب فاني، نجرب الهيرويات صعبة. يعني أنا بلشت بروجر لأنه السكلات تبعاته شوي يعني يعني بيمشي حالها. فإذا حابين نجرب هيرويات صعبة نلعبها على الكمبيوتر، اكتبوا لي تحت بالتعليقات وحطوا اللايك وشيروا الفيديو، بدنا مشاهدات يا جماعة، بدنا مشاهدات. شدوا حالكم شوي، شدوا حالكم وبس. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، مثل ما قلت لكم لا تنسوا تحطوا اللايك وتشتركوا بالقناة اذا ما كنت مشترك، وبشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.